محمد ياسين الحوسني، أنهيت شهادة الدكتوراه من جامعة وسط فلوريدا في الولايات المتحدة، حالياً أستاذ جامعي مساعد في معهد مصدر. أنهيت الخدمة الوطنية سنة 2015 كإنسان حاصل على شهادة جامعية عليا. كان يتراود في بالي إن شو اللي ممكن أستفيده من الخدمة الوطنية، لكن بالفعل في أشياء كثيرة استفدناها في الخدمة الوطنية ما تعلمتها في حياتي الأكاديمية. طريقة تعاملي مع الطلاب اختلفت. رحت كأستاذ جامعي زائر في معهد MIT الولايات المتحدة، ومن الأشياء اللي استفدتها من الخدمة الوطنية كيف أنت تقود فريق عمل بحثي. صحيح إحنا أكاديميين، لكن الخدمة الوطنية جهزتني أني أدافع عن نفسي وعن أهلي وعن بلادي متى ما تطلب الوضع.